تحت الضغط. عمر ومنار، منار وعمر. منار روح هدي اعصابك بعد ما اتدبستي وارجعي لنا تاني، هتسمعي اغنيه عند سليم. تعالى يا عمر مكاني. انا وانت يا عمر في الفاصل قعدنا نتكلم مع بعض على انك في البيت بتجاوب والدنيا بتبقى سهله والامور جميله، ولكن فجاه اجواء الاستوديو حاجه تانيه خالص. بيبقى الموضوع في ضغط رهيب يعني. يعني الدنيا مختلفه هنا اكيد. طيب نطمن على منار. تحت الضغط كاونتر. تقع تلال كولومبيا على سطح احد الكواكب، فما هو؟ المريخ. صح. من قامت بدور حكمت في مسلسل ضمير ابلة حكمت؟ باص. ميكادو هو لقب يطلق على اباطره احدى الدول الاسيويه، فما هي؟ الصين. غلط. تقع جزيره ديفن باحدى دول امريكا الشماليه، فما هي؟ كندا. صح. شاعر عاميه مصري راحل مؤلف ديوان الارض والعيال، فمن هو؟ باص. من هو الملك صاحب ثاني اطول فتره حكم في تاريخ مصر القديمه؟ الملك فاروق. غلط. كم عدد الدقائق في 7 ساعات؟ 420. صح. من هي الفنانه المصريه التي غنت تتر الجزء الاول من مسلسل ليلى؟ باص. ما هو لون النجمه؟ ما لحقتش. ثلاث اجابات صح من 8. ثلاث اجابات صح يا عمر من 8. سليم عايز منار تنضم لينا. هنشوف منار هتعمل ايه. منار اتفضلي. كانت حلوه الاغنيه؟ جميله. عايز تعرفي عمر عمل ايه ولا لا؟ لا ان شاء الله ما اخلص. انت قلقانه جدا. والله؟ جدا. مش اهدى من المره اللي فاتت؟ ما طبعا، ما انت معاكي كام نقطه بس تبقي اهدى. مش فارقه معاكي خالص، هتفرق معاكي في ايه يعني؟ تحت الضغط كاونتر. تقع تلال كولومبيا على سطح احد الكواكب، فما هو؟ المريخ. صح. من قامت بدور حكمت في مسلسل ضمير ابلة حكمت؟ باص. ميكادو هو لقب يطلق على اباطره احدى الدول الاسيويه، فما هي؟ الصين. غلط. تقع جزيره ديفن باحدى دول امريكا الشماليه، فما هي؟ كندا. صح. شاعر عاميه مصري راحل مؤلف ديوان الارض والعيال. صح. من هو الملك صاحب ثاني اطول فتره حكم في تاريخ مصر القديمه؟ محمد علي. غلط. كم عدد الدقائق في 7 ساعات؟ 480. غلط. من هي الفنانه المصريه التي غنت تتر الجزء الاول من مسلسل ليلى؟ امل ماهر. صح. ما هو لون النجمه؟ أربعة من 8. وكان عندك إجابة فاتن حمامة. أنت قلتي فاتن وبعدين باص ليه؟ حسيت إن أنا مش هتقولي فاتن حمامة. مش عارفة بقى. تعال نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. فاتن حمامة، ضمير أبلة حكمت طبعًا، ميكادو، أنتوا الاتنين قلتوا الصين. اليابان. ما لا ميكادو ما اليابان. صح. إيه ده؟ من هو الملك صاحب تاني أطول فترة حكم في تاريخ مصر القديمة؟ مصر القديمة، ملك فاروق، مصر القديمة ما شاء الله، ومحمد علي باشا ما شاء الله. ماكش سؤال أصلا بجد، كنت أقوله خلاص. رمسيس الثاني. كويس إنك بتجاوب على كل أسئلة وأنت واقف جنبي. حتى النجمة ده، النجمة دي أنا كنت ممكن أعرفها حتى لو تحت الضغط. طب هقولها لك. اتفضل. ما هو لون النجمة على علم دولة كوريا الشمالية؟ حمرا. أبيض. حمرا. حمرا. حمرا صح. حمرا. حمرا. حمرا في الدايرة البيضاء أحمر والخطين زرق كده. انت عمال ترسم. لا انا عارف العالم، بس انا مضغوط جدا ومتوتر وركبي اصلا عماله تخبط. طب هقول لك حاجه، مين رئيس كوريا الشماليه؟ كيم جونج اون. يا سلام عليك، يا سلام عليك، برافو عليك. والله يا عمر ومنار برافو عليكم انتوا الاثنين، نحييهم هما الاثنين. اتفضل. النتيجه اتغيرت، وطبعا يا عمر كم إجابة صح؟ 3 بقيت 40. طبعا منار 4 إجابات ب20 نقطة و10 نقط هدية، بقيتوا كام؟ 150. طبعا لو كسبتوا ضربات الجزاء المباراة اتحسمت. إن شاء الله. 40 و25 65 نحسن السكور. ودلوقتي